دايره واحد الجوله مسائيه، وقبل ما ندير هذه الجوله كنشكر السيده، نشكرها كثير الشكر اللي تابعت واحد الفيديو السابق اللي تفرجت وخلات لي الكومونتير، قالت لي دق عليا خاصكم هذاك المدخل تسدوها الا ما مسدوناش مزيان. ودار كان واحد الله كيدور على المشروع على المدرسه، الله يرحم الوالدين اختي حراجينا صورنا، ولكن ما ديناش فيها يعني واش هي ما مسدوناش مزيان. الله يجازيك بخير، دابا غادي نسدوها نثبتوها مزيان. هانتو شكرا، هادي راه مولاي مات الله يرحمو مول هاد المطفي، شوفوا راه خاوي كبر غير شويه كلمات الكاع ديالها اللي هي في البعد، وداير هاد الغطا غير ديال البارابول يعني ما مأمناش هاد المطفي. دابا غادي نشدها نديرلها بحال هكا، غادي نشدها وصافي حيت الله يسر لك. عدو الدراري هنا جاو طلولة مرسو ما بقاش هنايا، غادي نمشي ندور على الحجر. ايوا خوتي خواتاتي، دابا انا امنتها، دابا شحال حطات على هذا الحجر، جبت مالي حيت كيدوزو الوليدات عندهم 6 سنين 7 سنين تيقراو في الابتدائي، الدراري الصغار ديال المدرسه ما عارفين والو، يقدر شي واحد يهز الغطا. دابا راه تقلت على بالحجر صافي، دابا راه امنتها وشكرا الناس. وتا اللي بانت لكم ثاني شي حاجه بحالكم كتعجبني، كل الملاحظه ديالكم الزوينه شي حاجه ما كنتابعش ليها، مزيان الواحد هكا يفقهنا شي حاجه اكثر. كون انا ما عارفاش ما ديت مخرجي تصورت في الفيديو اللي شفتو راني ما ديتهاش فيها، ولكن راه نيت الدراري الصغار ما كانش لهذا الطريق تسد، ولكن راه كيدوزو يدخلوا الدوار. دابا اللي جبتي هو هذا، انا ثقلت على بالحجر امنتها وشكرا لله رحم الوالدين. يلا بقى معايا حتى الاخر، يلا مرحبا بكم. دابا ها عجيب جا عجيب فين هو كله هنا في الدرسون ديالو، ويلي طيح لي اليوم هذا ديال التصوب، تصوب لي رسل ونحل بعدا هذا باش نشد، حنا ما كانش دينا لما كانش البولو راه نقدر نطيح جهاز التحكم قالت البولو يحسب لها سايق الطوموبيل. بسم الله شفت كيف التوازن، ساحل هي فيه اخر حاجه، يلا حنا غادي نمشيو نديرو واحد الجوله نشوفو البهات الوسط ساحلين الرزيل. حنا سدينا هذاك بعدا المطفي الحمد لله، الله يرحم الوالدين السيده اللي دخلات لنا في الكومونتير بعدا ارتاحينا. لو كان دوزو الوليدات ما عارفين والو مساكنين، ما طلت ما عارفين الدراري ما عارفين حتى شي حاجه قدر يطيحوا. هذاك المطفي راه غارقه بحال البير، ولا غارقه بزاف يعني، اللي طاح راه يموت ما يبقاش حي، الله يحفظك في السلامه يا ربي. الرزيل جيت ساحل في السيا كيفاش بحال هذه كيبيض وحده كانت جالسه معلقه الا قراف الا حداها كيبيضوا. دابا بجوج في دقه وحده الرسيل، علاش بابا هذا شو الصح العشية تيبرد الحال؟ قال لك الوقت هو الوقت تيبرد الحال. الرسمي حمار عارف الطريق، نجيب لك داك شناهو؟ جيب لي الجام يلا سير. ولا تحرشه ولا كلشي حافظه، مع قلت لك كنجي العربيه بزاف كلشي اللي تحافظه. عندك الحفره يجي يدوز من هي يدوز من هي، انسي بلا لا 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 لا
الزيت. ها صافي طرات هنا شوف قالت لي هذا سارحين على البقره الخرافيين هيدا. ولكن داك العام تبارك الله صيف راه كتشارك مع المتتبعين تبارك الله عطينا الرمان ناض عناك بحال العنب وحق الله العظيم ناض بحال العنب هاد العام ما صادش مع الشقليلة ما كاينش شي حاجه شي بحال هذا القلال ما خاصش تشوف العام تبارك الله عطينا عناك هكا بحال العنب تبارك الله جاز معاك كياكل داك العام لا ما عندوش شبعت نبيتو هنايا وخليتو واش هذاك الطاج باش ديري كانت تما خليته هو يسرح شويه مع خوتو ياخذ هذا كيطولوا فيها شش شش شوقف وقف شش ولاد سبداوية 100% اش دكالي حرة ولاد البداوية حرة هي الناس في البادية ما كانش في الدار والله ما كان يا ربي يا ربي يلا خليه هنا في امان الله دابا غتمشيو نطلعوا فوق هذيك الطازوطه هذيك هذا اللي شاف ياك ها هي مشي تفضل لينا هذا هو مطاي لو عرفتي هاد الطازوطه عدى تاريخ هادي هادي على حساب ما قالوا لي ديال جد عقوز اختي علق الله غتكون عندها قالك شي 200 عام بالصرف قالوا بكري كانت اللي لاباس عليهم هذه كتكون هاد الطازوطه تكون بحال بحال فيلا اللي عنده هاد الطازوطه وداير بها الصور وعندو الكوزينه في الكيطيب وكيستقبلوا فيها الضياف بحال عندو شي في شي فيلا كتكون عند الناس اللي لاباس عليهم كيورثوها الاب على الجد ودابا صافي مع يعني كلشي تبدل الناس اللي كانوا كيبنيو هذه فينا مرعدون ومرشاو ساكن شوف كيفاش كان البني كانت قالت لي باش داتي الله يرحمها قالت لك راها واخا تريد معمرها ما كتريد لداخل الا انا سبحان الله دير واحد الطريقه كتريد على برا ما كيتاذوش الناس اللي لداخل شوفي من غادي ندخلو انا صافي صورت من هنا كاش باب ديال ندخلو اش نقول انا شي باب ندخلو هاتي شوف كيف حاجه هنا غنطلع من هنا
الباب لقينا الباب من دخلوا هانتوما كيفاش كانت في شعر كبير هنا راه كانوا الدروج ما كيطلعوا لها هي الدروج ما كيطلعوا الباب هنايا على ما اظن كاينه المطبوره فين كانوا كيديروا الشعير الزرع بكري زرعوا الذرة كانوا كيحفروا ليهم تحت الارض كانوا كيبوزوا تحت الارض هاي باقا المطبوره حنا شادينها سبحان الله العظيم الله يرحمهم ويستعين مواليهم ساحر امين يا رب ايوا هانتوما احبابي غندخلكم لداخل معايا تشوفوا هانتو هي من برا كيفاش دايره سبحان الله العظيم الله يرحمهم ساكن والسعني من الناس اللي بانينها هالباب ديالها الدخله يا بسم الله واخا غادي داخله وخايفه مع المغرب هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هانتو بالداخل ديالها كيفاش داير هانتوما السقف شوف كيفاش دايره كانت مجيره وصابغينها تقشرات لي شله سنين شله اعوام دابا دايرين فيها التبن كيخزنوا فيها التبن هانت واخا الليل هذا كاين فيها البيض شي حاجه شي كيبيض فيها الدجاج ومخرجه ها هو العش شوف كيبان لكم ولا لا هو البيض ماشي اللي رناخو قلبي كيضرب مع المغرب هادي حيت ما ساكن فيها حتى شي حد دابا كيقول لك السكنه ما بقاش سكنوا فيها الناس فيها 40 ومش عايش فيها الضو كتولي مسكونه الله يحفظ كتب السلامه يا ربي المهم اخوتي اخواتاتي بقاو معايا حتى الاخر ايوا اخوتي اخواتاتي بعد ما درت معاكم الجوله اللي شربت معاكم اللي شفتو ووريتكم الطاج والطاج دخلت دابا راه شفت مغربات والمغرب هادي شدتني واحد الخرعه ما نقولش لكم صور شارك معاكم شويه نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم ودابا سالينا غنسدوا الفيديو وان شاء الله تابعونا الفيديوهات الماجره مازال كاين الجديد وشكرا لكم بزاف وما تنساوش ديما لي لايك لي لايك والسلام عليكم.